اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله بيدك الخير كله اليك يرجع الامر كله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم يا اهل الضعفاء ويا بند الفقراء ويا عزيز الرجاء ويا منقذ الحلقى ويا منجي الورقى يا محسن يا منيب يا منيب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله والانبياء كلهم خيرا وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى فاتك اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزل منا صالح ما بيننا اللهم علمنا امتنا ما تؤتي امتك الصالحين اللهم اعطنا امتنا ما تؤتي الناس من النار والهدى والولد فيهدى ولا مضل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا
منتقى وأهل الباطل أبا لهم قد شكنا استنابا أخلاهم مستعملا ما أنتانا فلا تستعملا ما أنتانا اللهم سددنا على الإيمان وأمدنا على الإيمان وأشهدنا يوم القيامة يوم الإيمان ربنا اغفر لهما تحبنا تنفعنا لآخرتنا خيرا من الأولى يا اللهم لم تكن تصبرنا اللهم لم تكن تصبرنا اور ہمارا اپنا ایمان کو فرما دے اے اللہ
تمام شروع سے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے, جو بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ انہیں دعاؤں کی درخواست کی ہے, ہم سب کی جائز مراد پوری کرنا, ان کی دشواریوں میں آسان کرنا, ان کے کاموں میں برکت ادا کرنا, ان کی تیاریوں میں پوری کرنا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.